ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. وحقوق الطبع لدينا وبس على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية مع مقادير بسيطة وسهلة في متناول الجميع وهنلاقيها في كل بيت، ولكن الفكر الطهوي والإبداع الطهوي ده موجود عندنا على شاشة القناة الأولى. يعني إيه كيكة بالمانجا الحارة؟ هل المانجا في منها حار وفي منها مش حار؟ الكلام ده هنشوف في التفاصيل مع بعض. معانا مانجا ملحمة، يعني المانجا فيهاش غير النوايا من جوه، وبصراحة دايما يقولوا لنا بتوع الخضار أو بتوع الفواكه دي مانجة عصير. ليه يا عم الحاج؟ قال لك لأن ما فيهاش شعر، تقدر ناخد النوايا بس ونعملها زي ما احنا عايزين. ومعانا عصير مانجا، ومعانا عسل أسود، ومعانا بيكنج باودر، ومعانا شوية بيض، كمية تقريبا 4 بيضات حلوين، مع فلفل حار والبابريكا بتاعتنا اللطيفة الجميلة. تعالوا شوف نعملها مع بعض ازاي بتفاصيلها. وانت بتشوفيني وبتتابعيني دلوقتي، من فضلك سمعيني. وحقوق الطبع لدينا وبس على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. تعالوا شوف نعملها مع بعض ازاي. أول حاجة كالمعتاد هنخفق البيض، 4 بيضات في المقادير. البيض في أيام الشتاء آمن غير أيام الصيف، بتطلعيه من التلاجة قبل التشغيل تقريبا بعشر دقايق بالشكل ده كده. حلو قوي، تسلم ايدك يا عم الشيف. لو احنا بنعمل حلو بنحط فانيليا علشان زفارة البيض، انما لو بنعمل كيكة حادق، دايما نقولك حادق وحلو، كيكة حادق لازم نحط يا عم الشيف فلفل اسود وشوية توابل مع بعض كده واحدة واحدة. خليك معانا يا شيف واحدة واحدة. هنبدأ نحط شوية بابريكا على البيض، شوية فلفل اسود على البيض، قليل من الملح على البيض، شوية زعتر حلوين كده على البيض. حلو قوي، هنشيل الحاجات دي من هنا عشان ما نعملش زحمة، ونخفق البيض مع الحاجات دي كلها مع قليل من الزيت. حلو قوي، ونشوف قوام خفق البيض مع بعض، يعني تقريبا ربع كوب من الزيت او زبدة، اختياري يا زيت يا زبدة. الزيت بيخليها طرية والزبدة بتخليها قاسية شوية بعد ما تبرد. هنخفق دول كده مع بعض. سريعا لما ناخد قوام البيض الزلالي المعروف اللي هتخش دلوقتي وتفتح القناة الأولى وتجيب الفضائية المصرية والتلفزيون تشوف، هتلاقي البيض لونه بالشكل ده. تاني علشان ما نفهمش ان الشيف بيعمل كيكه حلوه، بنعمل كيكه حاره يعني حادي. انا حطيت بابريكا وحطيت زعتر وحطيت ملح وحطيت فلفل على البيض عشان كده لونه متغير، ولكن ما فيهوش اي زفاره. حلو قوي، تمام، لغايه كده احنا فاهمين. هناخد بعضينا دلوقتي ونشوف المانجا حكايتها ايه. المانجا الشتوي غير المانجا الصيفي، المانجا الصيفي كتير في السوق، واحنا عندنا هنا ارضنا متميزه، مع ان المسميات يقول لك مانجا هندي مانجا عويسي والكلام ده كله، بس المانجا عندنا في مصر للامانه لفيت العالم كله ما لقيتش اطعم من المانجا المصريه. واللي بيروح يهادي حد يقول له هات لي مانجا معاك وانت جاي من مصر. حلو الكلام. هناخد المانجا الحلوه دي كده ونشوف ايه الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو 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 اقطعها واخد اللحم اللي جواها كمان. حلو، بسم الله الرحمن الرحيم. مستوي. دايما الفكهاني يقول لي دي مانجا عصير يا عم الشيف. ليه يا عم الشيف؟ شفت قلب الصغير لا يتحمل. اهو 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 هو ده. لا بص، مرزق دايما لما بيفتح المانجا من لما بتبقى عند الراجل بتاع الخضار. للأمانة الكلام ده بنشوفه مع التفاحة والمانجا. إيه اللي بيحصل؟ كل واحد بيعدي على المانجا بيشوفها مستوية ولا مش مستوية. المانجا والأفوكاتو والبتنجان، المانجا والأفوكاتو والبتنجان والتفاح، الحاجات دي يا أخوانا بتتأثر لما بنمسكها عند الراجل الفكهاني وندوس عليها جامد ونمشي ونسيبها. شفتوا بقى أنا بتكلم إزاي في التفاصيل دي؟ آه، بنترك أثر. لذلك المانجا مكان ما إحنا بنلمس عليها ونمشي او ندوس عليها باصابع ايدينا كده بنسيب اثر. فالمانجا دي الحمد لله رب العالمين ما حدش مسكها بايده. هناخد المانجا هنا من قلبها كده، شفت بطلقها. اه دي على بقك على طول، شفت الحلاوه ديت اهو.
للامانه انا مش دافع فيها فلوس دي والله العظيم، جاي لي هديه صديق ليا جاب لي كرتونه نعمل منها عصير بقى، نخزن منها رمضان. عصير المانجا في رمضان حلو. خدت المانجا انا منها كده، القشره مش عايزها زي الفل. كيكه حاره بالمانجا، بقيه المانجا هنا. بسم الله ناخد دي كده. خلي بالك ده ممكن يتعمل عصير. ناخد دول كده، هو ده ممكن ما عندكيش المعلقه النوازيت ديت، بيسموها يعني نوازيت يعني بنطلع منها الايس كريم او معلقه الايس كريم، تعملي بابا بطيخ تعملي بيها كانتالوب، تستخدمي سكينه صغيره او معلقه اكل عادي يعني، ما تتقيديش بحاجه انا بستخدمها، خليكي سلسه كده في المطبخ وما توقفيش الدنيا، خلي بالك ده مهم جدا. حلو جاي برضو هنا كده. كلنا عايزين نعرف المانجا دي هناكلها ازاي حادي. انا عاشق بقى للايه؟ للنوايا بتاعت المانجايه دي، بس الكلام ده طبعا ما ينفعش ايه على الشاشه. وانا لو ما غرقتش ايدي بالمانجا كاني ما اكلتش مانجا. ويا سلام بقى لو عندك صوص شوكولاته، دايما انا احبها كده، والشوكولاته كده تسيح في حمام مائي ونحط على المانجا، جربي اللي بقوله ده، وتحط على المانجا دي اللي في ايدي دي شويه شوكولاته. خلي بالك من صوابعك الخمسه. ناخد واحده كمان، ناخد واحده كمان زي دي كده، دي صغيره اهيت. الله ايه الحلاوه دي. معايا عصير مانجا كده، انا فرغت المانجا اللي انا عايزها. الله المخرج بيقول لي يا عم سيبك لا مانجا ولا كيكه، هات لنا شويه المانجا دول كده وبألف هنا وشفا. انا لو انا مش على الهوا دلوقتي خلاص بضعف انا قدامها. وساعات انا بحط شويه بابريكا كده على المانجا اللي هي الفلفله الحلوه وناكلها بالشكل ده كده. على فكره ممكن تتعمل مخلل كمان يعني، تبقى سبايس ولطيفه. هنشيل كل ده على جنب مش عايزه دلوقتي، خلينا بعد ما نخلص الهوا نشوف هنعمل ايه. واصبح معايا شويه مانجا حلوين. حلوه قوي لغايه كده فاهمين. هناخد هنا عصير المانجا بتاعنا زي الفل، عسل اسود. احنا هنا بنبني الهرم الغذائي، عسل اسود يعني حديد، يعني قيمه غذائيه عاليه جدا. شويه بيكنج باودر على الدقيق بتاعنا يتقلبوا لوحديهم ونقلبهم كده. ونخلط الدقيق مع المقادير اللطيفه دي. بيكنج باودر مع البيض ماده رافعه، ده العضلات بتاعتها. بنقلب الخليط ده مع بعضه كله. خلي بالك لو احتاجت لشويه دقيق عادي بنستخدم شويه دقيق، مش هقلب بالمضرب ده الطبيعي. نجيب سباتيولا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. عندك قالب بقى، شفت القوام ده اهو. حلو اهو، ده مش لازم مضرب خلي بالك اهو. دي هتحتاج مني كمان للامانه وللمصداقيه شويه دقيق، ده الطبيعي. معانا دقيق، بنحط شويه دقيق مع عصره ليمون. حلو، ونقلب كده. عصره ليمون فين معايا؟ الله. شويه قرفه ناعمه معايا. نعم يا غالي، انت مش معايا من الاول بقى، بيقول لي فين السكر؟ انا مش بعمل كيكه يا مخرجنا، انا بعمل كيكه حادق. حلو حادق مش حلو يعني. نقلب كده. الله شفت القوام ده كده، هو ده زي الفل لغايه دلوقتي. فاهمين الدنيا ماشيه معانا ازاي؟ قليل من الشبت. اوبا دخلنا بقى في الحاجات اللي هي ايه ممكن نستغربها شويه. هنجيب بلانشه ونوسع لنفسنا كده ونروق الدنيا، وناخد قرن فلفل حار سبايسي.
شفت بقى الجو هنا اللي ياخدش عينيا. نعم اهو. لا بس هما دول كده اهو. هناخد الفلفل الحار ده كده، هما دول اللي معايا. خلي بالك مهم جدا بقى هنا الفلفل الحار ده، نشيل البذر منه بالشكل ده كده. حاجة جديدة فكرت تعمليها لأولادك، وجربيني كده في القصة ديت وقولي الشيف المغازي بيخترع ولا لا. تروحي بقى مصطلحات مطبخ الجو اللي احنا عارفينه ده كده، مش هتلاقيه غير هنا وبس. اه سبايسي قوي كمان على فكرة، يعني اللي ياكل منها بيكون يحب السبايسي. طب هي لازم تكون سبايسي يا شيف مغازي؟ مش لازم، بس هي عشان تبقى حلوة وتتقبليها لازم تكون سبايسي. حتى المانجا اخواننا في الهند خللوها، وهم صاحب الاختراع او هم يعني هم اصحاب الفكره، بتتعمل سبايسي. نشيل البذر ده من هنا كده، وناخد الفلفل الحار ده كده بالسكينه ونفرمه كده ناعم. اه لا ما ينضربش في الخلاط، انا عايز تفاصيله تبان جوه الكيكه. مع قليل من الشبت، برضو الشبت عشان ما تحسيش بطعم البيض في قلب الكيكة الحلوة دي أو الكيكة الحادقة يعني. ده سبايسي أوي. نعم ما ينفعش، يقول نحط شطة ناعمة. الشطة الناعمة دي تحطها على رغيف حواوشي. هناخد الفلفل الحار ده كده ينزل هنا، الله، ونقلب الخليط ده كده يا عم الشيف مع اخر حاجه ممكن ننزل بيها المانجا. قال لك حبك مانجا وفراوله ولا مانجا وتفاح؟ حبك مانجا وتفاح. اه نقلب دول كلهم مع بعض، حتى المانجا دخلوها في الحب. اه هي تستاهل بصراحه. شفتوا الخليط ده كده؟ اه الله، ايه الحلاوه دي؟ ولازم المانجا سليمه، يعني لا ياكل قطعه منها، حاجة كده زي قالب التوست هتبقى لطيفة وجميلة. نجيب القالب الحلو ده كده، بسم الله الرحمن الرحيم. عينيا، حاضر، أنا هريحك منها خالص أهو. نشيل كل ده من هنا، مخرجنا بيحب الصورة الحلوة. شفت أنا بسمع الكلام إزاي شاطر؟ ونعمل إيه يا عم الشيف؟ كل ده نشيل ده من هنا كمان، ونقلب الخليط ده في قلب القالب ده كده. أمينا على الفرن بتاعك، درجة حرارة الفرن هنا 180، الله أكبر، والدنيا زي الفل. ونأكد على مستوى الفرن، نشيل دي من هنا خالص. حلو؟ آه. ونشيل برضو كمان الصينية بتاعت الفرن، أنا عايز درجة حرارة عالية. أهو. عينيا، أهو. والفرن جاهز عندي، محتفظ بدرجة الحرارة بتاعته. هنزل بالمقادير دي كلها. أهو. قبل ما ادخلها في الفرن هشرح انا عملت ايه. وده اهداء مني بمناسبه راس السنه وقدوم راس السنه، يا رب تكون سنه سعيده علينا وعلى كل اللي بيتابعونا. اه وننسى الماضي ونخلينا في الحاضر وفي المستقبل. شايفين الكيكه الحلوه دي كده؟ كيكه حاره، حتى لونها كمان بيدل على ان هي حاره. مقاديرها شفناها على الشاشه، تفاصيلها مع بعض بسيطه وسهله، تقدر كل ست بيت تعملها. درجة حرارة الفرن عندي 180، هندخلها الفرن بالشكل ده كده، والمية تكدب الغطاس. ادوني وقت تقريبا من 30 ل 25 دقيقة، هنشوف كيكة حارة لطيفة وجميلة. تتعودتوا مش نختم يا فندم؟ طب اطلع بس الحاجة بقى، مش انتوا خمس دقايق؟ مش انتوا عاملين انا خمس دقايق؟ طيب أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا قبل ما أخلص الحلقة، عشان نتكلم عن المصداقية والشفافية اللي احنا معتادين نشوفها من الشيف المغازي على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية في شغله. الكيكة اللي أنا حطيتها في الفرن دي التايم بتاعها من 30 ل 35 دقيقة. أنا هطلعها من الفرن دلوقتي نشوفها مع بعض، هنشوفها نقدر إن احنا استوت ولا ما استوتش، هنشوف الكلام ده وسمكة الدنيس في الفرن. ولكن مطلوب مني إن أنا أنهي الحلقة، فده الطبيعي إن أنا أسمع الكلام. تعالوا مع بعض نطلع الشغل. هو ده، ادي الكيكه بتاعتي جمالها ودلعها. مخرجنا يبص عليها، هتقولي لي استوت ولا لسه؟ الله اعلم.
معايا سمك الدنيس هنطلعه مع بعض بالشكل ده كده.